Krone Radio. أهمية هالمسرحية إنه هي بتختصر هيك بيروت بين شباب كانوا متنحرين متقاتلين ماخدين أحكام مصبعة عن بعضهم بيعرفوا عن بعضهم أشياء كريهة، فأنا قررت طلع هاللاوعي تبع هالشباب على المسرح، وفعلا صار يسموا الأشياء بأسمائها لأول مرة. مسرحية بتسمي أشياء كما هي، قدرنا نفرجي الواقع اللبناني اللي عايشينه والبيئة اللي عايشينها والثقافة اللي عايشينها بطريقة كتير كوميدية بطريقة كتير لذيذة. شفناها هالمسرحية حسيناها بكل تفاصيلها، يعني اليوم مسرحية كانت بتعكس واقع كتير كبير لهالشباب وتناولته بطريقة كتير طريفة كتير قربتهم من بعضهم. عمل لازم ينتشر بكل لبنان.